معكم مستمعينا بتخطيطنا ببرنامج على الطريق لنقف على ما يحدث عسكريا. معنا اللواء واصف عريقات المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج على الطريق. أهلا أهلا حنين، تحياتي. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتحدث عن دخول المدرعات لشارع صلاح الدين اليوم، خصوصا أنا كما ذكرت بالبداية شارع صلاح الدين هو اللي بيربط، هو شارع طويل جدا بيربط بين شمال غزة وجنوب غزة. ما دلالات ذلك عسكريا؟ يعني أولا هو تسلل بمعنى التسلل، يعني كالحرامي، لأنه حاولت إسرائيل عبر أربع محاور التقدم وإيجاد يعني موطئ قدم لها، ففشلت في شمال قطاع غزة، فشلت في شرق قطاع غزة، وأيضا من الساحل الغربي فشلت. فلذلك هي حاولت أن تندفع لبعض الكيلومترات، يعني حوالي 3 كيلومتر من شرق قطاع غزة، وهي منطقة زراعية، يعني منطقة سهلة منبسطة، لا يوجد فيها مباني سكنية، يعني قصفتها من الطائرات من المدفعية لمدة 12 ساعة متواصلة منذ ليلة الأمس، وهي تقصف فيها حتى استطاعت 3 أو 4 آليات أن تتسلل إلى شارع صلاح الدين، وحينما جوبهت بمقاومة فلسطينية باسلة أوقعت فيها خسائر، ارتدت على أعقابها وانكفأت إلى حيث جاءت إلى المناطق الخلفية. نعم، هون بنحكي عن القصف المتتالي بما يعني التضليل الميداني اللي بيصير من قبل الجيش الاحتلال لحتى يقدروا يتسللوا برا. يعني بالتأكيد إسرائيل تعتبر أنه الحرب خدعة، وإسرائيل العاجزة عن يعني تنفيذ عملية برية واسعة، كما أعلنت في اليوم الأول. معروف أنه نتنياهو في اليوم الأول أعلن الحرب، وأعلن أن الجيش الإسرائيلي سيخوض حرب برية ضد قطاع غزة وسيقضي على المقاومة الفلسطينية، واستدعى 360 ألف جندي احتياط إضافة إلى 150 ألف نظامي، يعني صاروا بحدود 500 ألف جندي. وحاولوا أن يأخذوا قرار بحرب برية واسعة، لكنهم اصطدموا بعقبات كثيرة. العقبة الأولى الأمريكان والرئيس بايدن. الرئيس بايدن حينما اجتمع بنتنياهو طلب من نتنياهو أن يعني يبحث عن خطط بديلة للحرب البرية، لأنه شعر بأن الجيش الإسرائيلي غير مؤهل وغير جاهز لخوض الحرب البرية. المستوى الثاني الذي يجب أن يوافق على قرار الحرب البرية وهي الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية هناك تناقضات وخلافات فيما بينهم. المستوى الثالث العسكريين. العسكريين وصل الحد إلى أن يتهم نتنياهو وزير الحرب وقادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالتقصير والعجز في تغريدة على وسائل التواصل. نعم صحيح. وخاضوا حرب فيما بينهم، واضطر نتنياهو أن يسحب التغريدة. وعودة يعني موقف العسكريين. العسكريين يريدون عملية عسكرية للانتقام. ويعرفون تماما أن هذه العملية ستكلف الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة. نتنياهو لا يريد أن يتحمل هذه الخسائر، فلذلك هو حتى الآن يرفض التوقيع على تنفيذ عملية برية بمعناها العسكري، يعني أن يعود أن يقوم الجيش الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة وينفذ الهدف الذي تحدث عنه نتنياهو، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية. حينما شعر نتنياهو أن هذا الهدف غير قابل للتطبيق، لجأوا إلى عمليات عسكرية موضعية حسب نصيحة الأمريكان لهم. هذه العمليات يعني ترجمت على أرض الواقع بتقدم في 4 محاور: محور شمالي، محور شمال شرق، ومحور شرق، ومحور من الساحل الغربي. كلها حتى الآن وبعد اليوم الثالث لم تتمكن من بناء رأس جسر واحد حتى يبنى عليه عبور القوات وأن يترجل الجندي الإسرائيلي على الأرض. نعم. فبالتالي لا يمكن تسميتها بعملية برية ما دام الجندي الإسرائيلي محصنا بدباباته وبمجنزرته ومحمي بالطائرات وبالمدفعية. ما هي السيناريوهات؟ تفضل. لذلك هم يستعيضوا عنها بعمليات هنا أو هناك، تقدم بضعة مئات من الأمتار هنا وبضعة مئات من الأمتار هناك،
اليوم ربما هذا التسلل كان الأبرز حين وصلت بعض الآليات إلى شارع صلاح الدين، ولكن حينما جوبهت بمقاومة باسلة من المقاومين الفلسطينيين ارتدت على أعقابها. السيناريوهات يا حنين، نعم اسألي إذا كنت. بدي أسأل عن السيناريوهات المحتملة عسكريا بعد، يعني لما دخلوا بريا اليوم، إيش السيناريوهات اللي جاي القادمة، ما هي توقعاتك؟ يعني ما دام لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بحرب برية واسعة، إذا سيبقى الخيار الوحيد أمامهم مثل هذه العمليات الموضعية، أن يتقدموا بالآليات في ظل يعني إسناد مدفعي وإسناد من الطائرات كثيف كما جرى باليومين الماضيين، ويحاولوا يعني استعراض قوتهم العسكرية. وفي هذا طبعا يعني ثلاث ملفات يحاول نتنياهو معالجتها. الملف الأول أن يستعيد هيبة الجيش الإسرائيلي من خلال هذه العمليات، نعم، ويسترد بعض المعنويات لجنوده. الملف الثاني ملف الأسرى، ليقول لأمريكا والدول الأوروبية أننا نبحث عن الأسرى الموجودين عند المقاومة الفلسطينية، وإذا استطعنا أن نحررهم بالعمليات العسكرية نحررهم، وإلا يعني سنذهب إلى التفاوض. الملف الثالث وهو المستوطنين، هناك حوالي 25 مستوطنة يعني أخليت في غلاف قطاع غزة، نعم، وهم الآن يعيشون في خيم، يعني صاروا لاجئين يعني، ويجربوا الخيم الآن في داخل فلسطين المحتلة. فبالتالي يحاول أن يطمئنهم بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يملك القوة الكافية للدفاع عنهم وعن الحدود، وهذا طبعا حتى الآن لم يحدث، هي محاولات، وأنا بتقديري سيجبر أولا وآخرا على الرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية ويذهب إلى المفاوضات حول الأسرى وتبييض السجون الإسرائيلية من، نعم، الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. نعم، بدنا نتشكرك لواء واصف عريكات المحلل العسكري والاستراتيجي بوجودك معنا ببرنامج على الطريق. شكرا لك.